إيران فاجأت العراق بعملية استخبارية، وتعتبر هذه العملية الاستخبارية وتضع هذه العملية الاستخبارية العراق تحت رحمة ما ممكن أن يكون قادما مباشرة من إيران إلى العراق. وهذه كلها توضحت وأصبحت واضحة ببيان رسمي صادر من وزارة المخابرات الإيرانية يوم أمس. الاطلاعات هي التي كشفت بأن السلطات والقوات الأمنية الإيرانية تمكنت من ضبط مجموعة، وهذه المجموعة أسمتها وأطلقت عليها بأنها وأكدت بأنها مجموعة تخريبية هي كانت تهدف للقيام بعمليات ضد مواقع حساسة. وبالحديث عن المواقع الحساسة هي المواقع النووية، المواقع النووية التي تتعرض إلى الكثير من التهديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من إسرائيل بأنهم يريدون استهدافها. وهذا الأمر أصبح واضحا من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط في الفترة الماضية. وبالتالي وعلى هذا الأساس أيضا بأن القوات الأمنية الإيرانية ووزارة المخابرات الإيرانية تحديدا أكدت بأن هذه المجموعة كانت تمتلك العديد من المعدات الدقيقة والتي هي تعتبر خطيرة على المستوى التفجيري، وكذلك بأن هذه المجموعة هي مرتبطة بالموساد الإسرائيلي. لا بل إنها أيضا أكدت وزارة المخابرات الإيرانية بأنها دخلت إلى الأراضي الإيرانية من إقليم كردستان، ولم يعطوا أكثر من هذه المعلومات التي ذكرتها لكم. لم يحددوا مثلا جنسيات هذه المجموعة، وكذلك لم يحددوا عدد هذه المجموعة أبدا، وهذا ما وثقته وثبتته وزارة المخابرات الإيرانية عن هذا الموضوع بحسب وكالة رويترز. قالت أعضاء هذه الشبكة كانوا على اتصال بجهاز الموساد عبر دولة مجاورة، ودخلوا إيران من إقليم كردستان العراق بمعدات متطورة ومتفجرات قوية. وأضافت أيضا الشبكة خططت لأعمال تخريبية وعمليات إرهابية غير مسبوقة في مواقع حساسة. وهذه تضع العراق وإقليم كردستان فعلا تحت الخطر، تحت خطر ما ممكن أن يكون قادما من إيران، لأن نفس هذه القصة أو قصة مقاربة أو مشابهة لما يحدث الآن هو قد تم في فبراير الماضي. في فبراير الماضي كان هنالك انفجارا مفاجئا قد تم في احدى المواقع العسكريه التي تستخدم بمشاركه الجيش الايراني والحرس الثوري الايراني. انفجر هذا المخزن الذي تتواجد فيه الطائرات المسيره في هذا الموقع، ولم يعرف احدا ما الذي جرى في هذا الموقع. ولكن فجاه بعد خلال 30 يوما، بعد اقل من 30 يوما تحديدا، انهالت الصواريخ الايرانيه وبشكل رسمي واعلان رسمي على اقليم كردستان، وبعدها برروا الضربات البالستيه والصواريخ البالستية الإيرانية على أقليم كردستان هي جاءت بسبب حقيقة هذا الموقع والانفجار الذي طال الموقع في كرمانشاهي تحديدا الذي ألقينا نظرة عليه الآن. وهذا وأكدوا كذلك بالنسبة للمصادر الإيرانية أن هذا الموقع قد ضرب من قبل 6 طائرات مفخخة إسرائيلية قادها الموساد الإسرائيلي، وانطلقت هذه الطائرات من إقليم كردستان وضربت هذا الموقع تحديدا. وعلى هذا الأساس هم انتقموا ب12 صاروخا، الصاع بالصاعين، 12 صاروخا مقابل 6 طائرات مسيرة مفخخة انطلقت من إقليم كردستان. لكن بعد ذلك التحقيقات وضحت بأن الأمور مختلفة وبأن الأمر مرتبط باتفاقيات حقيقة قد وقعتها مهمة جدا تم توقيعها من قبل مجموعة كار حقيقة في بداية هذا العام مع تركيا من أجل نقل الغاز والطاقة من إقليم كردستان إلى تركيا إلى أوروبا في ظل أزمة كبيرة جدا يعاني منها العالم، وبأن إيران لا تريد العراق أن يستقر على مستوى الطاقة. لذلك ضربت هذا المشروع، ضربت المدير الإداري والرئيس التنفيذي ومنزله طبعا، ضربته وقصفته بشكل واضح، وأصبح هذا الأمر واضحا لهذه المجموعة لإيقاف عملية الاعتماد على النفس، وكذلك جعل العراق دائما معتمد على الطاقة الإيرانية. لذلك في ظل هذه التفاصيل الجديدة التي نتحدث عنها قد نكون، وفي ظل اتهام واضح جدا من وزارة المخابرات الإيرانية أن هذه المجموعة دخلت من إقليم كردستان، قد يعطينا فكرة بأننا قد نكون أمام شيء قادم فعلا تجاه إقليم كردستان في ظل ظروف متشنجة تمر بها المنطقة. هذا الإعلان الذي تحدث عنه وتحدثت عنه وزارة المخابرات الإيرانية جاء بعد ساعات قليلة من انتشار صور لأحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني على أساس بأنه توفي وهو سعيد سمردار مطلق. هذا الرجل توضح من خلال التفاصيل الأولية بأنه مهندس للصواريخ بالحرس الثوري الإيراني، بل إن المنشورات التي نشرت عن هذا الرجل توضح
بأنه شهيد، وأن هذا أمر طبعا مختلف. وعندما يكتب بأنه شهيد أي بما معنى بأنه قد قتل فعلا، وأنه لم يكن ولم يتعرض مثلا إلى مرض معين أو توفي وفاة طبيعية. وهذا طبعا أمر هو تناقلته وسائل الإعلام الإيرانية بشكل خاص، بل إن أيضا الناشنال إيرانيان كونغرس كانت قد جاءت بمصادر خاصة حول ما جرى لهذا الرجل بالتفاصيل، وقالت الآتي عن طريق مصادرها الخاصة: قتل سعيد سمردار مطلق أحد مهندسي صواريخ في الحرس الثوري الإيراني جنوب إيران، وإن والدي سعيد هددا بعدم إفشاء خبر وفاة ابنهما لوسائل الإعلام. وأيضا أضافت: دفن سعيد سمردار مطلق بمقبرة دار الرحمة في شيراز. هذا الرجل أساسا التفاصيل التي جاءت عنه بأنه أساسا قتل الأسبوع الماضي، ولكن هذا الخبر وانتشار هذه التفاصيل عن هذا الرجل مهندس الصواريخ في الحرس الثوري الإيراني هي نشرت بعد يومين عن تفاصيل مثيرة للغاية حصرية نشرتها الإيران انترناشنال، تتحدث عن أن جهاز الموساد الإسرائيلي قام بعملية استجواب لأحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني والمسؤولين في حقيقة الأمر، مسؤولي الحرس الثوري الإيراني داخل إيران حققوا معه، وأن هذا الرجل تحصلوا منه على عدد من المعلومات. الرجل بحسب التفاصيل التي نشرتها إيران انترناشنال اسمه طبعا يد الله خدمتي. هذا الرجل هو كما قلنا مسؤولا ومسؤول مهم، تحدث وأعطى معلومات إلى الموساد الإسرائيلي بحسب الإيران انترناشنال، تحدث فيها وأعطى معلومات عن مسائل نقل الصواريخ تحديدا، هنا إيران's transfer of weapons to Iraq أي نقل الأسلحة والصواريخ إلى العراق إلى سوريا إلى اليمن إلى لبنان، وبالتالي هو أفشى بجميع هذه المعلومات وبجميع هذه التفاصيل. وبعد ذلك طبعا هذا الأمر بكل تأكيد هو يفسر لماذا هذا الرجل تمت عملية قتله. هذه تكمل الصورة وتكمل القصة بشكل واضح للغاية. وقد يستغرب البعض من عملية استجواب للموساد في الداخل الإيراني وحدوث هذا الأمر، ولكن علينا أن لا نستغرب، لأن مثل هذا السيناريو قد تم تماما في أبريل الماضي، أيضا نفس القصة تماما مع هذا الرجل وهو منصور رسولي التابع إلى الوحدة 840 في فيلق القدس الإيرانية التابع للحرس الثوري الإيراني، التقطوا صورة له، بل أخذوا أساسا مقطعا مصورا لهذا الرجل فيه عديد والعديد من المعلومات التي طرحها هذا الرجل لهم. وبعد ذلك في مايو جاءت موجة من عمليات الاغتيال الخطيرة للعديد من الخبراء الصاروخيين على المستوى الصاروخي على مستوى الطائرات المسيرة منذ مايو وحتى يونيو، وبالتالي المعلومات التي تحصلوا عليها أدت إلى العديد والعديد من هذه العمليات التي نتحدث عنها، وبالتالي ما جرى إلى مطلق أو سعيد مطلق تحديدا هو أمر مشابه تماما، وأن هذا التكتيك تحدثت عنه العديد من الأوساط الغربية منها المونيتر بأنه تكتيك إسرائيل بدأت تتبعه في الاغتيالات، وبأن إسرائيل لم تعد تستهدف فقط العلماء النوويين بل أنها تستهدف أيضا العلماء على مستوى الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في نفس الوقت، وهو أمر أيضا تحدثت عنه إيران في عدد من هذه الاغتيالات التي جاءت، تحدثت بشكل واضح بأن هذا الأمر قد تم بهذا الشكل وهو واضح للغاية. وبالحديث عن مسألة الصواريخ والأمور الصاروخية ونقلها وانتقالها من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى المنطقة بشكل عام، هو أمر تمت مناقشته أساسا مؤخرا في مؤتمر الأمن الذي طبعا عقده معهد أسبن الأمريكي، مؤتمر مهم للغاية وليس كالمؤتمرات الأخرى الدولية التي تعقد حول العالم، وذلك بسبب أهمية الشخصيات التي تحضر إلى هذا المؤتمر. نتحدث عن على سبيل المثال عن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، نتحدث عن ويليام بيرنز وكذلك ريتشارد مور وهو رئيس المخابرات الخارجية البريطانية MI6. ريتشارد مور تحديدا تحدث عن المسألة الصاروخية ونقل الأسلحة من الداخل الإيراني إلى العراق إلى المنطقة بشكل عام، عندما تحدث عن مسألة الاتفاقية النووية والعودة إليها هو وجد بأن لن تكون هنالك إمكانية للعودة إلى الاتفاقية النووية مع إيران من أجل منعها من الوصول إلى القنبلة النووية، ولكن قال أيضا إذا ما نجح هذا الأمر وهو لا زال واردا من الممكن للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أن تنجح في العودة للاتفاقية النووية، إذا ما تم هذا الأمر
فتساءل تماما كيف من الممكن أن نمنع إيران من عملية نقل الصواريخ والأسلحة إلى فصائلها المسلحة في العراق في سوريا وكذلك في لبنان، وأيضا ذكر جماعة الحوثي في اليمن. هذه مشكلة كبيرة جدا، وبالتالي هو وجد أن الأمور لن تنتهي عند هذا الحد. بينما ويليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قال في السابق تخصيب اليورانيوم الذي نراه اليوم وقدرات إيران النووية، العام الماضي كنا نتحدث بأن إيران من أجل الوصول إلى مرحلة الاختراق، أي بما معنى القدرة للوصول إلى القنبلة النووية، العام الماضي كانت إيران على بعد ما يقارب السنة أو سنة ونصف حتى أو أكثر من ذلك من أجل الوصول إلى هذه النقطة وإلى هذه الإمكانية. ولكن الأمور الآن تغيرت تماما، وأصبحت إيران على بعد أسابيع من الوصول إلى القدرة للوصول إلى القنبلة النووية، ما يزيد الطين بلة، ما تحدث عنه مدير الوكالة الدولية أو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. الرجل قال حتى وإن كان هنالك جهودا للعودة للاتفاقية النووية فأنا لا أستطيع رؤية شيء. الرجل تحدث لإحدى الصحف الإسبانية ووثقت هذا الأمر وكالة رويترز عن تصريحاته، قال ليس لدينا القدرة الآن على رؤية ما تفعله إيران، وهي تخصب بنسبة 60% وبنسبة 20% في نفس الوقت في منشأة فوردو، لأن إيران رفعت أساساً 27 كاميرا من كاميرات المراقبة التي تستخدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمراقبة أونلاين، للمراقبة عبر الإنترنت. وكذلك في نفس الوقت أن إيران أضافت أجهزة طرد مركزية متقدمة جداً من أجهزة الـ IR-6، وبالتالي حتى وإن عدتي أيتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاقية النووية فأنا لا أستطيع ضمان شيئاً، وأنا أحتاج إلى اتفاقيات أخرى مع إيران وعمل جاد معها من أجل معرفة ما الذي جرى منذ 4 أسابيع. إيران قامت بهذا التحرك بسبب التوبيخ، بسبب الإدانة التي تعرضت إليها من قبل مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردة فعل قوية إيرانية. وأيضا في نفس الوقت أن التصريحات الرسمية القادمة من فيكتوريا نولاند وهي وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية قالت بأن إيران هي التي لا تريد العودة للاتفاقية النووية، وإن لم تعود يا إيران إلى الاتفاقية النووية فسنستمر في الضغط، وأن إيران تعاني ما تعانيه من مسألة العقوبات والمشاكل الاقتصادية التي تعانيها. ولكن في نفس الوقت إيران تلعب هذه المسألة على ما يبدو بذكاء كبير جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغرب بشكل عام، وعلى الرغم من أنها تخص بنسبة 60% وبنسبة 20% هنا نتحدث 20% في فوردو 60% طبعا تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز، إلا أنها حتى هذه اللحظة لم تصل إلى القنبلة النووية، لم ترفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90% رغم الإمكانيات، رغم تخصيب اليورانيوم وحصولها على اليورانيوم بنسبة 60%، إلا أنها لم تهدف للوصول إلى القنبلة النووية، ودائما ما تتحدث بأنها تتعامل مع هذا الأمر للاستفادة منه في المسائل السلمية. وهذا ما يبقي الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة رغم صعوبة التوقيتات، رغم صعوبة التصريحات، يبقيها ويبقي الباب مفتوحا للعودة للاتفاق النووي. ودليل على ذلك إذا ما جئنا إلى التواريخ للتصريحات الأمريكية بشكل عام على أعلى المستويات، على مستوى وزارة الخارجية الأمريكية على سبيل المثال، فسنلاحظ منذ 25 يونيو العام الماضي كانوا يتحدثون بأن الوقت قد فات، الوقت أصبح صعبا، إيران ستصل إلى القنبلة النووية. وصلنا إلى 28 فبراير الماضي ونيت برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال We are prepared to walk away، أي بما معنى نحن جاهزون للانسحاب والخروج من المفاوضات النووية، وها نحن في نهاية يوليو الآن ولا زالت الفرصة موجودة ومطروحة على الطاولة. ولذلك إيران تلعب هذه المسألة بذكاء كبير للغاية، ولكن هنالك مشكلة حقيقية جدا قادمة بالنسبة لإيران، وهي مشكلة التقارير الأخيرة التي كشف عنها جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، الذي كشف بأن هنالك ارتباطا إيرانيا روسيا على مسألة صفقة تزويد إيران لروسيا بالطائرات المسيرة من أجل أن تستخدمها روسيا في الداخل الأوكراني خلال العمليات العسكرية التي تقودها طبعا في أوكرانيا. هذه المسألة الولايات المتحدة الأمريكية هددت كثيرا، ومن الممكن أن تؤثر على أي مفاوضات دبلوماسية إذا ما وصلت هذه الطائرات المسيرة إلى الداخل الأوكراني واستخدمتها روسيا. وفوربز الأمريكية يوم أمس كانت قد وضحت بأن مسألة استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية مع روسيا في أوكرانيا
هي أمر سيجعل إيران سعيدة للغاية بأنها ستصبح مصدرة للطائرات المسيرة في المنطقة، ستستخدم كذلك الروبل، ستحصل على الروبل الروسي من روسيا بدلا من استخدام الدولار الأمريكي، وهو أمر أكده المرشد الأعلى أساسا في لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. دعنا نستخدم عملات مختلفة غير الدولار الأمريكي، لا داعي لأن نعتمد على الدولار الأمريكي، دعنا نعزل أنفسنا بنظام خاص بنا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن التعامل معها بأي شكل من الأشكال. كذلك الفوربس أيضا أكدت بأن إيران تريد أيضا منافسة الطائرة المهمة جدا التي نجحت كثيرا بالنسبة للقوات الأوكرانية، وهي طائرة التي بي 2 البيرقدار التركية التي استخدمها الأوكرانيين ضد الروس بشكل ناجح للغاية. الطائرات المسيرة الإيرانية قد تود النزاع ومواجهة هذه الطائرة التي نتحدث عنها بكل تأكيد، ولكن أيضا لمواجهة منظومات صاروخية خطيرة ودقيقة للغاية قد دخلت الآن إلى أوكرانيا، وهي الM-270. هذه المنظومة الصاروخية الأمريكية قد دخلت الآن إلى أوكرانيا بتصريحات رسمية وواضحة للغاية. المنظومة التي نتحدث عنها بريطانيا تحديدا هي التي قامت بإرسال هذه المنظومة الصاروخية الأمريكية المهمة للغاية. وزير الدفاع الأوكراني قال بأن هذه المنظومة وبوصولها إلينا الآن ستقلب المعادلة، وبالأحرى وبشكل أدق هو قال بأنها ستغير تكتيكات القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية، وهذا قد يعني بأن القوات الأوكرانية ستستخدم هذه المنظومة من أجل أن تهاجم القوات الروسية. هناك ما تلاحظون هذه المنطقة تحديدا إذا ما نظرنا إليها، هذه هي الحدود الإدارية لإقليم دونباس، وهذه الحدود الفاصلة بين لوغانسك وبين دانييتسك. باللون الأحمر هي مناطق تقدم القوات الروسية والانفصاليين طبعا التابعين لجمهوريتي لوغانسك ودانييتسك، ولم تتبقى إلا هذه المنطقة التي ترونها أمامكم من أجل أن تسيطر عليها روسيا، وبالتالي إقليم دونباس يصبح من وجهة نظر روسيا محررا بالتمام والكمال، ويعلنون نجاحهم في جمهوريتي وقيام جمهوريتي لوغانسك ودانييتسك كما تهدف طبعا روسيا. وبالتالي هذه المنظومة التي نتحدث عنها هي لديها إمكانيات كبيرة للغاية، وهنالك سبب لماذا تتحدث أوكرانيا بأنها ستكون مفيدة للغاية بالنسبة إليهم، لأن هذه المنظومة بالصواريخ الطبيعية التي تعتمدها فإنها تنطلق وتصل من 70 إلى 90 كيلومترا، ويجب أن ننتبه أن المسافة القادمة بهذا الشكل من هذه الحدود التي ترونها إلى الحدود مع روسيا، من الحدود الإدارية في إقليم دونباس إلى الحدود طبعا التي تأتي مع روسيا، من هنا روسيا كما ترون مسافة تصل 220 كيلومترا إلى 230 كيلومترا، وهذه كذلك المنظومة هي قادرة على إطلاق صاروخين باليستيين من عيار 610 ملم، وهذه الصواريخ التي أتحدث عنها هي لن تصل إلى من 70 إلى 90، لا أبدا، هي تستطيع الوصول إلى 300 كيلومترا بل إلى 500 كيلومترا إن كانت عالية الدقة ومواجهة. وهذا يعني باختصار شديد جدا أن هذه المنظومة ليست قادرة فقط على ضرب القوات الروسية أينما كانت موجودة في إقليم دونباس، بل إنها قادرة أيضا على ضرب العمق الروسي، وهذا ما استفز كثيرا سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي الذي قال بأن بوصول هذه المنظومة من قبل بريطانيا فهذا سيدفعنا بأن علينا أن نندفع إلى الداخل وأن ندفع القوات الروسية القوات الأوكرانية إلى الداخل من أجل طبعا تعطيل هذه المنظومة. بل إنه أيضا تحدث بأن هذه المنظومات يشغلها مقاتلين أجانب، خبراء أجانب، أي بشكل أوضح ليسوا أوكرانيين بل هم من جماعات الناتو، هم الذين يقومون بتشغيل هذه المنظومة، وبالتالي هذا أمر خطير للغاية ويعني مشاركة للناتو مباشرة، وقد يعني متغيرات وتغيرات كبيرة للغاية. وهنا تأتي مسألة الطائرات المسيرة الإيرانية، ما ممكن أن تحققه من ضربات خاطفة ضد هذه المنظومات من أجل تعطيلها، من أجل إنجاح العملية العسكرية، السيطرة على شرق أوكرانيا، ومن ثم الذهاب إلى أبعد من ذلك. ولكن مع ذلك ومع هذه المشاركة الإيرانية مع روسيا في مسألة الطائرات المسيرة وتوطيد العلاقات الكبيرة التي نراها، إلا أن إيران منزعجة، الأوساط الإيرانية، بعض الأوساط الإيرانية منزعجة، تجد بأن الاتفاق الذي تم مع روسيا مؤخرا بعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بوتين مثل الكابوس هو أثر على العملة الإيرانية وأن العملة الإيرانية قد انخفضت وقد حقيقة قد ارتفعت بشكل كبير للغاية مقارنة بالدولار الأمريكي كما تلاحظون هنا، وبالتالي الأوساط الإيرانية لا زالت منزعجة على المستوى الاقتصادي، مما ما يمكن أن يكون هل فعلا بأن الاتفاق مع روسيا سيكون مفيدا بالنسبة إلينا، وبالتالي هنالك متغيرات كبيرة جدا الأيام القادمة الساعات القادمة قد تكون كفيلة بالإجابة على العديد من التفاصيل.